حين الآن وكل وان ولا تحت الدهرين. أيها الثالث القدوس ارحمنا يا رب اغفر خطايانا يا سيد تجاوز عن سيئاتنا يا قدوس اطلع واشفي أمراضنا من أجل اسمك يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل وان ولا تحت الدهرين آمين. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ويكون تحتك المشيئة كما في السماء ولا تفتنا بالتجارب لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. تفضلوا أحبتي الفاضل حنا الأخوات الإخوة جميعا وعن تحية خاصة لوالدي أبونا عزيز لأنه دائما لهم مكان خاص في قلب ربنا وفي قلبنا وفي قلب الكنيسة لأنه قدموا واللي بقدم ابن أو بنت لربنا فعلا بيخدموا الناس كلها بيكون أبونا أب دائما يكون أب بس لأربع خمس ست أولاد بيكون أب للرعية كلها. قبل في عندي شريط الأسبوع طبعا شريط مختصر للأسبوع أبدأ بملحوظة بدأت فيها لقائنا في بيت لحم وهو خليني أشوف هون صفحة 59 اللي بيحكي عن العهد القديم والجديد أو عفواً العهد القديم في فئة ما بتسمي فئة صهيونية اللي هي شهود يهوه ما بتسمي عهد قديم ما بتسمي الكتابات المقدسة العبرية والعهد الجديد طبعاً زي اليهود ما بسموهش عهد جديد بل بسموه الكتابات العبرية اليونانية بأمل إنه أجد نفس الكلام هون قبل ما الملاحظات يبدو انه مش موجود فايد طبعا لا بأس المهم هذا الاختلاف طبعا دليل كبير انه لا يسمي مرحب الاخوة الاخوات اهلا اخ جورج نعم لا يسمي العهد قديم قديما ولا العهد الجديد جديدا هل المسلمين بسموا العهد القديم قديم عفوا مش المسلمين اليهود هل عفوا اليهود بسموا العهد القديم قديم؟ لا ليه؟ يعني إذا بده يسمي العهد القديم قديم معناه بده إيش؟ بده يعترف بالجديد في إذن في طبعة ثانية إيش مكتوب فيها؟ مكتوب فيها إنه الكتابات المسيحية اليونانية هي ملحق وتكملة أو إضافة وتكملة للكتابات العبرية المقدسة شو معنى؟ شو الأهم بالنسبة لهم؟ القديم اللي ما بسموهاش قديم هاي برضه حكيناها في فيديو تاني في لقاء تاني ولكن في الإعادة إفهم اليوم أنا أفتش بين الأوراق اللي عندي وجدت هالثلاث مجلات معلش أحكي بس دقيقة واحدة عن بدعة شهود يهوه أنه هذا واجب علي وحق حق لكم أنه تعرفوا الحقيقة شو عنوانها؟ برج المراقبة برج المراقبة ما كانش بعيد شوي اللي قلته في لقاء سابق ما كانش اسمها برج المراقبة لما نشأت بل برج صهيون للمراقبة زاينز ووتش تاور هلا بتلاحظوا البرج هون وهون فاضي المكان الفاضي هذا كان فيه صليب المسيح وتاج المسيح الملك سنة 1931
شو اللي اختفى؟ برج صهيون ولا الصليب؟ إذا شو الاتجاه هون؟ يهودي. واقرأ المكتوب من عنوانه. قبل كان عنوان برج صهيون للمراقبة تعلن قرب مجيء المسيح. طب والمسيح ما أجا، وتبين إنه كل تكهناتهم مش مضبوطة، يعني كذب بالعربي. تغير العنوان، بطل تعلن قرب مجيء المسيح. شو صار؟ تعلن ملكوت يهوى. تعلن ملكوت يهوى. يهوى اللي هي كلمة غير واردة في العهد الجديد اليوناني ولا مرة، لأنه ما فيش حرف هاء باليوناني، خصوصا نص الكلمة وآخر الكلمة فيش حرف هاء، حتى في أول الكلمة فيش حرف هاء، فيش باليوناني حرف الهاء. كيف يشار إلى الحرف الهاء باللغة اليونانية؟ بأبوستروف. مش هيك الأبوستروف؟ مثلاً مثلاً the people's situation، مش الأبوستروف هيك؟ في اليوناني حتى تقول حرف الهاء اليوناني عمرهم ما بلفظوه، بيكون العكس هيك. مثلاً إيدور إيدور إيدور، لما بتشوفوا هاي كيف أبوستروف بالعكس، كيف تنقل بالإنجليزي وبالفرنسي؟ أنو حرف الـ H هيدروجين، بس فيش باليوناني حرف الـ H، فيش حرف الهاء. كيف؟ إيش واحدة تختلف الإيس، بحكي عن الأكسن. نعم إذن إذن تعلن إيش؟ ملكوت يهوى. هلا قبل ما تفتحوا اي من هدول الا تلاقي في كل مجله او كتاب صوره ناس فاتحين كتاب او فاتحين مجله دائما. ليش؟ لانه على ايش عايشه هاي المؤسسه الصهيونيه التجاريه؟ على بيع الكتب والمجلات. كمؤسسة كمنظمة فيهاش غير كتب، فيهاش غير طباعة كتب ومجلات وبيع كتب ومجلات. عشان هيك في كل تفضل في كل مجلة إلا تلاقوا إيش؟ إيش بتلاقوا؟ ورجيت واحد فاتح كتاب. طبعا هذا باب دعاية تجارية. هاي برج صهيون للمراقبة، هاي بتطلع كل أسبوعين، ما بتلحق تخلص من هاي ولا بتجيك بعد اسبوعين استيقظ. مجلة استيقظ. شو مجلة استيقظ؟ هي بصراحة لازم يكون عنوانها نام مش استيقظ، لأنها بتنوم الناس كمخدر أتباعها. طبعا بتقول طيب هاي مواضيعها متنوعة. في واحد بيقول لي هاي مواضيعها متنوعة، مرات بتحكي عن الذرة، مرات بتحكي عن الزواج، مرات بتحكي عن الصحة، مرات بتحكي عن أخبار عامة. شو الهدف منها بكل تنويع هاي المواضيع؟ إنه بدال ما البني آدم يقرأ كتاب صحيفة عن الصحة، مجلة عن الأسرة، مجلة تانية عن طبقات الأرض، مجلة رابعة عن طب الأنف أذن حنجرة، مجلة خامسة عن مشاكل المرأة، حتى يمنعوهم يقرأوا أي إشي إلا كتاباتهم هم، بحطوا في هاي مواضيع مقتبسة من إيش؟ هذا هي شطارة بدون مؤاخذة. زي هذاك الطلع اللي طلع الأول بالصف لأنه الباقيين أتعس منه. يعني هيني هلأ الشطارة هاي اللي بتحكي عنها الأخت أم أمير الله يخليها، هاي فضحنا لكم إياها. شو هي الشطارة؟ في واحد قال لي الحكي قبل 20 سنة، قال لي شايف استيقظ ومبسوط وبفرك ايديه مبسوط. شو بقول لي استيقظ هاي؟ بتلاقي فيها كل المواضيع عن انتوا معي بابا؟ في كل الميادين ومبسوط.
طب لما في مجلة بتجيب لك كل المواضيع عن كل الميادين أو تقريبا، شو معناه؟ حتى إيش؟ حتى أنت ما تقرأش شيء تاني. وكثير مرات كيف بتقدم لك الإشي زي ما هو مكتوب ولا بطريقة هاي؟ بطريقة دائما التلاعب في عقل البشر. وليش أنا وإحنا مصرين ككنيسة على هاي الندوات؟ أهم شيء في البني آدم إيش؟ المخ. على هذه المجلات هاي في تبعين شو بدي اقول، مره اجوا عنا على الدار حامليني هدول المجلات نفسها سترايكر وبرج طبعا تعرف كيف اعطوني اياهم على اساس قال خلي الاولاد يقراوهم، طلع في كل شيء حتى للاولاد الصغار بتلاقي جوا وكذب كذب طبعا كذب يعني كذب او بقول لك مثلا بتسالوهم مره سؤال بقول لك الجواب على هالسؤال بتلاقيه في هاي المجلة وكذب. أو لنفرض إنه في يعني أنتوا فاهمين علي؟ فيا جماعة مش شطارة فيهم. مش أنا قصدي إنهم شاطرين يعني. يعني شعبنا مش شاطرين. حاسس عشان يسبقوا الناس اللي إذا خلينا هل بدون مؤاخذة خليكم معي. أنا بقول في ملاحظة أبو الخوري جيدة بقول لي اللي شعبنا مش قارئ ولا كان نصهم صار شو بدي أقول. لا 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 بس في إشي بمنع. حلو في إشي بمنع. مظبوط نعم ولا شعبنا لا يقرأ مظبوط، ولكن شو اللي بمنع شعبنا إنه ما يصير الشهود يهوى؟ العقل السليم. يعني مثلا انا بفهمش اشي في الدين، تيجي بتقول لي الكلمه كان الله والكلمه كان اله بتتفلسف علي، بقول لك يا عمي معك حق. بتقول لي تعال على الاجتماع، شو اللي بمنع كمان؟ تقول لي تعال على الاجتماع. طيب هلا بدي اسالكم انا سؤال، اذا مرضت مسموح اخذ دم ولا ممنوع اخذ دم؟ ممنوع. إذا بقول لك ممنوع تأخذ دم بتقول هذول جماعة مع الاحترام خالص كازهم مع الاحترام للكاز وشو بدي ألحقهم أنا؟ منعوا نقل الدم لحد هلا، منعوا زرع الأعضاء بس بطلوا عنه، منعوا التطعيم بس بطلوا عن هالمنع. لما بشر بقولوا لك الله بقول ممنوع نقل الدم، يا هذا الكتاب المقدس بيحكي لنا اشي ضد العقل وضد الحياة وضد الوصية لا تقتل، او انه هم فاهمينه غلط اساسا ما كانش فيه نقل دم على زمان المسيح. اذا شو اللي بمنع شعبنا انه يصير من شهود يهوى؟ ايش قلنا؟ العقل السليم، وخصوصا لما الانسان عنده انتماء وطني. في واحد بيقول لي يعني جماعتي ربولي من شهود يهوى هدول، قلت له ليش ولا واحد منهم في سجون الاحتلال؟ زي ابو الخوري مثلا اللي صار معاه او اخوه الخوري، بقول هم بيقولوا انه ما بخصهمش في السياسه. لو كل شعب فلسطين صح بيقول ملناش وطن على الارض، مش بس سوريا ما بيحكوها غير فئات كمان، وما بخصناش في السياسه، طب هل هي سياسه؟ اول شيء لو كل شعب فلسطين بيحكي زيهم معنى إسرائيل إيش؟ بتكون أخذت كل الشرق الأوسط مش بس فلسطين، ولا لا؟ أكيد. إذا هاي صهيوني. بعدين هل المسألة سياسة ولا إيش؟ المسألة سياسة ولا حقوق إنسان؟ بياخذوا بيتك تخليهم ياخذوا بيتك. طيب على فكرة هدول من النوعية اللي بقول لك إذا واحد بيجي يأخذ بيتك ما تحاربه ولا تخاصمه. خلي اليوم باخذ بيتك بكره باخذ مرتك خلي. النذاله عيد منكم، النذاله هاي ضد المسيح، النذاله هاي هي من الصهيونيه اللي بتحط في مخ غير اليهودي خلي ياخذ بيتك وياخذ مرتك وبنتك. اما يا ويل الوثني اللي بقرب على اليهودي وع بنت اليهودي وعمرت اليهودي زي ما موجود في التلمود.
الوثني اللي بيعتدي على يهودية يحكم عليه بالإعدام في التلمود. أما اليهودي اللي بتسلى على واحدة وثنية ما بصيرش عليه إشي. هذا في التلمود. طيب انتهى شريط الأسبوع. وخلينا نيجي ل إذن كمان بدي أنبهكم على شغلة العاطفة. العاطفة مثلا أنا بزعل مع أبونا حنة، عشان زعلت مع أبونا حنة بدي أترك الكنيسة وأنضم لفئة اللي المؤسس تبعها حاشا وكلا مليون مرة أتعس من أبونا حنة. زي واحد بيقول لي أنا تركت الكنيسة لأنه كل الخوان كذا، قلت له أنت مع مين هلا؟ قال لي مع الفئة الفلانية، قلت له من اللي أسسها أتعس مننا. فمش لازم نحكم على الأفراد والتصرفات، على إيش لازم نحكم؟ على النصوص. النصوص، وبعدين إحنا كمان علينا مسؤولية. يعني لما الناس بزعلوا مني أنا الخوري، هاي مسؤولية كبيرة. مش لأنه أنا الخوري الله حاشا وكذا، بل لأنه بسبب الزعل معي ممكن إيش؟ ممكن يترك، ممكن يبطل يؤمن في الله. هو غلطان وأنا غلطان ولا مش غلطان؟ غلطان. وبرضه أنا كمان. بدنا نرجع لبداية سفر الرؤيا، لأنه زي ما قلنا لكم آخر مرة أنا حكيت باختصار أو بسرعة، لأنه وقتها كنتوا بردانين يا أهالي، حارت كل من إيده إله وحلقتونا وما جيتوش عن ندوة. فخلينا نعاود. هاي دكتور موشيل جنبي الله يخليه، هاي أبونا عنده النص اليوناني الأصلي. فتفضل دكتور ميشيل. راح زي ما بتقول فطوم حيصبيص، راح نستخرج أفكار، هي بتقول ألحان بتطير ضبنات الأعلى. نعم تفضل من الأول. نعم. إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله ليري عبيده ما لا بد أن يكون عن قريب، وبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا. إذا إعلان باليوناني أبوكاليبسيس يعني كشف، مكاشفة، إظهار يسوع المسيح، يعني عن يسوع المسيح أعطاه إياه الله. إذا لأول وهلة ببين انه في فرق بين الله والمسيح. الله اعطى المسيح اشي صح؟ ليري عبيده. طيب ليري عبيده، عبيد مين؟ عبيد المسيح. عبيد الله ولا عبيد المسيح؟ عبيد المسيح حسب القواعد. عبيد المسيح، عفوا الضمير يرجع لمين؟ لأقرب اسم، لأقرب اسم جنبه ولا لا؟ مثلا أنا رأيت رجلا يأكل، ورجلا يحرك، ورجلا يأكل، ورجلا ثالثا يحرك برجله. برجله هاي بترجع ليأكل؟ يأكل برجله؟ طبعا انتوا قاعدين زي ابو قاسم بيع لي. ترجع للي بأكل برجله ولا للي بحرك دمه؟ بتقولوا طيب احنا قاعدين زي ابو قاسم بيع لي خيار. انتوا مش عارفين ليش بحكيها هاي، إنه رجل يأكل ويحرك بإيه؟ برجله. ومش ممكن يكون إيش؟ يأكل برجله. ليش أنا بحكي لكم هالإشي؟ هذا انتقاد مرح لجماعة
جهود يهوه والفئات الثانيه اللي انشقت عن تشارلز راسل اللي بيقولوا انه المسيح قام بروحه. لما تقول المسيح قام بروحه زي ما تقول سمع بعينيه وشاف بدينيه. هل الروح تموت؟ هل الروح تموت؟ لا. اذا قام بالروح غلط، الروح ما بتموت حتى تقوم. اذا اعلان يسوع المسيح، تفضل. الذي اعطاه اياه الله ليري عبيده ما لا بد ان يكون. طيب عبيده زي ما قلنا، هذه كل لقائنا اليوم مفاجآت، لانه هذيك المره حكينا عن هذه الايات ولا لا؟ لا. اليوم قاعدين نحكي شيء جديد. في ناس ممكن يقول لك عبيده يعني عبيد الله مش عبيد المسيح. كويس؟ طب لو اخذناها عبيد المسيح معنى ايش؟ اعلان لألوهية المسيح. كذا مرة برسائل بولس يقول او بطرس عبد مين؟ عبد يسوع المسيح. تفضل بعدين. وبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا الذي شهد بكلمة الله وبشهادة يسوع المسيح بكل ما رأى. طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها لأن الوقت قريب. برضو عبده يوحنا ممكن تكون عبد الله، ممكن تكون عبد المسيح. الآية الرابعة تفضل. يوحنا إلى السبع الكنائس التي في آسيا. هلأ سبعة تدل على الكمال، معظمها أو كلها هي كنائس محلية، ولكن في نفس الوقت زي ما راح نشوف بآخر واحدة منها إنه مش كلها في منطقة واحدة آسيا الصغرى، بل في آسيا، وإيش منها يتفرع أيضا إلى ما نسميه اليوم أوروبا. تفضل. نعمة لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي. ومن هاي كمان مفاجأة. الله الكائن. الكائن نرجع لسفر الخروج فصل 3 آية 13 وتابع، لما شو رب موسى بيسأل ربنا شو اسمك؟ تعرف كأنه حرس حدود بيطلب من ربنا هويته، فشو ربنا بيقول له؟ اهي أشير اهي أكون الذي أكون. إذا الكائن الذي كان، بدنا ننتبه على الذي كان. تتذكروا الذي كان أنا في الماضي، في البدء كان الكلمة، في البدء خلق الله، وبعدين الذي يأتي. والذي كان والذي يأتي. والذي يأتي، طب ليش ما قالش والذي سيكون؟ هلا الله كطبيعة إلهية كان وهو كائن وسيكون ولا لا؟ لا، ما هي سيكون زي كلمة كان. يعني انه في المستقبل، يعني سيستمر في الكيان، مش هيك؟ هل بكره الله لن يكون؟ حاشا وكلا، لا. اذا لو تركزوا معي، الله كان وهو كائن، مظبوط. لما بقول وياتي، مين اللي سياتي؟ المسيح. المسيح هون دخل الكيان الإلهي. وين دخل؟ إلى التاريخ. نيجي على إنجيل يوحنا. إن أرخين أولوغوس كي أولوغوس إن بروستون ثيون كي ثيوس إن أولوغوس. في البدء والكلمة، والكلمة هو الله، وهو إلها كان الكلمة إلها، هو الإله الواحد. وشو هي 14؟
والكلمة صار جسدا. دخول الكلمة إلى إيش؟ إلى التاريخ. برضو على الكلام هذا في القداس الإلهي، لما بكون في قداس مع مجموعة من الكهنة أو رؤساء الكهنة، بسجدوا أمام المذبح وبعنقوا أنفسهم قائلين: المسيح فيما بيننا كان وكان ويكون. نعم، أخذينها من الرؤية. نعم، إذن كائن كان ويكون، هاي الطبيعة الإلهية. كان كائن ويأتي، وين جينا؟ للدخول في الجسد، للدخول في التاريخ. تتذكروا في المزمور، مزمور 39 بقول إيش؟ ذبيحة وتقدمة عن الخطيئة لم تشأ، لذلك قلت إيش؟ لذلك قلت: ها قد أتيت لأعمل بمشيئتك. لفين فعل المجيء. تفضل دكتور. نعمة لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي ومن السبعة الأرواح التي أمام عرشه. سبعة أرواح، سبعة تدل على الكمال، يعني روح الله اللي فيه الكمال. نعم. ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين البكري من الأموات ورئيس ملوك الأرض. الشاهد الأمين وبكر الأموات. إذا تفتحوا المزامير مزمور 89 في العبري اللي هو 88 في اليوناني، خلينا أقولكم مطلعه: إلى الأبد سأترغن بمراحم المولى وأعلن أمانتك بفمي جيلا فجيلا، لأنك قلت سيبقى الوداد قائما أبدا، لأنك قلت سيبقى الوداد، جعلت حنانك في السماء وطيدا. في هذا المزمور بظن آية 27 بيقول لك: وشاهدا في السماوات أمينا، شاهدا في السماوات أمينا. هنا آية 27 آية 28 وآية 38، واحدة بتقول عن الشاهد الأمين، واحدة بتقول بكرا وعاليا فوق ملوك الأرض. مين بقرأ لنا آية 28؟ وأنا أجعله بكري عاليا فوق ملوك الأرض. نعم، وأنا أجعله بكرا عاليا. طيب آية 38 هذا هو نفس المعنى. نعم، آية 38: إنك رفضت الطور مثل القمر يثبت على الدوام ويبقى في الفضاء آمنا. يعني وشاهدا هي حرفيا وشاهدا في السماوات أمينا. إذا بكر القائمين ملك ملوك الأرض. تفضل. نعم تفضل دكتور. الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا. لما القديس يوحنا بيقول هاي في هذا السياق، اشي حلو منطق ولا لا؟ انتوا معاه؟ طبعا مش عارفين وين بدي اوصل. ولما انتوا طالعين على الريق هيك على الشغل بتشوفوا واحد تقولوا له صباح الخير، ولك المسيح غسلنا بدمه، يعني ولا لا تكتبوا؟ يعني في هل ولا لا؟ او زي هذاك الشاب في حيفا كان تلميذ احدى المدارس، بشوفه المدير بقول له: بتشتغل يا فلان؟ قال له: لا بشتغلش. بتدرس؟ قال له: لا بدرسش. نشكر الرب. طيب تشكر الرب انك لا بتشتغل، طيب لما بتشتغلش فهمنا انك تشكر الرب لانك كسلان، وبتدرسش وكمان بتشكر الرب على ايش تشكر الرب؟ او احنا دائما لازم نشكر الرب، بس هل نشكر الرب لاننا ما بندرسش؟ قال له: نشكر الرب. المسيح غسل، بتقول له صباح الخير، بقول لك: المسيح غسلنا بدمه. ولا لا؟
زي هذاك. وبتذكرها هاي زي امبارح كنا نروح على زمان الأردن، كنا نروح على القيامة كل يوم أحد وكل يوم سبت في الصيام، وبعدين كنا نطلع بهالباصات اللي عن طريق سور باهر، تعرف طريق مش وادي النار. هلا كان في بياع جرايد، على فكرة البياع الجرايد هذا سنة 67 بعدها اختفى، يمكن أبو جمال بعرفه، كان شاطر بالحكي. يجي لختيار عند معنا كان يقول له يا أبو فلان اشتري جريدة، يقول له لا، يقول له ليش؟ قال له المسيح قال توبوا. أنا لليوم مش فاهم دم أخذة شو العلاقة بيه ولا لا، أو شو العلاقة بين إنه المسيح قال توبوا وما أشتريش جريدة. قال له لا، يعني مرات عبارات في أحلى من إنه المسيح غسلنا بدمه من خطايانا. أيهو الدم بغسل إشي؟ الدم بدون مؤاخذة بوسخ الإنسان، الإنسان لما يشوف دم طوالي بغسله حتى يروح ولا لا؟ دم الجرح، دم ال... تيجي يقول لك غسلنا من خطايانا، فهمنا معناها صح؟ أما عالطالع والنازل عالريق والمسيح غسلنا من خطايانا، ما بتشتغلش يا فلان؟ لا. بتدرسش؟ لا. نشكر الرب. طب عايش انتوا مين علي؟ يعني ما فيش شيء، فيش شيء منطق. طرد. تفضل. وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه، أوه. له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين، آمين. طيب لمين له المجد والسلطان؟ إله ولا لأبيه؟ ببين تعود إلى أبيه صح؟ لا، شاهد الأمين يسوع. بعدين وجعلنا ملوكة وكهنة لله أبيه، له المجد والسلطان. إذا حرفيا ممكن تكون أيضا للأب. نعم. على كل حال أنا والأب واحد. الله وكلمته واحد. هاي العبارة ملوك. كيف؟ رجع الفعل لجعلنا. لازم نقرأ الموضوع. جعلنا ملوكا له المجد والسلطان. يعني المجد والسلطان للي جعلنا. جعلنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه، وجعلنا ملوكة وكهنة لله أبيه، له المجد والسلطان إلى الأبد إلى أبد الأبدين، آمين. مش راح نخسر بعض يعني عشان إنما هاي ملوك وكهنة، هاي موجودة في سفر الخروج فصل 19 آية 6 في الخروج. ملوك وكهنة. إنه الشعب العبري كان شعب من الملوك والكهنة. برضو رسالة بطرس. بطرس الأولى فصل 2 آية 9. بطرس الأولى فصل 2 آية 9. تفضل. هو ذا يأتي مع السحاب، وسننظره وستنظره كل عين والذين طعنوه. هلا هون بدينا أكثر في التعمق. الضمير، شوف الضمير قبل له المجد صح؟ له. هلا هو يأتي، مين اللي يأتي؟ المسيح. المسيح. إذن دائما الله المسيح، المسيح الله. هو لا يأتي مع السحاب. مع السحاب تتذكروا هاي الآية اللي جلبت الحكم بالإعدام على يسوع. الآية الموجودة وين؟ بسفر دانيال فصل 7 آية 13 وتابع. ورأيت في رؤى الليل فإذا بشبه ابن إنسان آتيا على سحاب السماء. وتذكروا لما قيافة أعد يسأل يسوع يستفسر منه أأنت المسيح ابن الله الحي؟ شو قال له؟ أنت قلت.
ايش؟ وحتى بقول لك ايش؟ سترون ابن الانسان اتيا على سحاب السماء. فشق رئيس الكهنة ثيابه. شهادة استفانس الشهير كمان برضه شهد ومات المولد. القديس استفانس أول الشهداء. منيح؟ هلا على سحاب السماء بعدين أو على السحاب و والذين وستنظره كل عين. أيوة. والذين طعنوه. أيوه. هاي طبعا تلميح. وين في مصلوب عندنا؟ سينظرون الى الذي طعنوه. لا هي مش هيك ابونا، معلش في عده ناس بيقولوا انه سينظرون الي الذي طعنوه. ما واحده واحده. سينظرون معك حق بس في المرحله التاليه. نقدرش نفتح تمنا مع دكتور انف واذنه وحنجره، هاي مشكله. اذا صحيح اللي تفضل فيه الدكتور، بس من اول شيء وين وردت سينظرون الى الذي طعنوه؟ يوحنا في انجيل يوحنا 19 من الانجيل 12 الانجيل التاسع. نعم مزبوط. الذي بدوره يستشهد من نبوة زكريا. قديه؟ 12 زكريا، نبوة 12 زكريا. الله يهوى اللي بحكي وبقول سينظرون إلي أنا يهوى اللي طعنوه. القديس يوحنا بأخذ الآية ويطبقها على مين؟ على السيد المسيح. على السيد المسيح نفسه. طبعا واحدة من هالآيتين راح تكون محرفة هون في ترجمة شهود يهوى، لأنه من هو الذي طعن؟ من هو عفوا المطعون في نبوة زكريا 12؟ يهوى نفسه. والقديس يوحنا فصل 19 بطبقها على مين؟ على المسيح. معناه بظن انا هيك على الغميض، يمكن اكون غلطان بس هلا اشوف، واحدة من هالايتين التنتين راح تكون ايش؟ محرفة عند يهود شهوة أو عند شهود يهود. لقيت النص أستاذ عيسى؟ زكريا نبوة زكريا. كيف؟ زكريا أي كيلو؟ زكريا 12:10 بيقول وأقيد على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح الحنان والرحمة تنظرون إلى الذين طعنوهم ويندبونهم كمن يندب وحيدا له ويتفجعون عليه كمن يتفجع على ابن له بكر. إذن 12 10 وأذكر عنه فينظرون إلى الذي طعنوه، مع أنه حسب ما بذكر النص الأصلي ينظرون إلي. ومين اللي بيحكي؟ كيف؟ الله. شو ترجمتك وارجينا اياها؟ شوف ابو جورج ترجمة كاثوليكية. نعم سينظرون الي انا الذي طعنوا. اذا يهوى والمسيح واحد. وايش تبكي عليه؟ جميع قبائل الارض. نعم نعم امين. تفضل. انا هو الالف والياء البداية والنهاية. طيب مين بقول أنا هو الألف والياء؟ هاي بسفر الرؤيا تنحكى عن الله ذات الإلهية، تنحكى عن المسيح. أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي القادر على كل شيء. أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة. في الضيقة معنى احنا عايشين في زمان اضطهاد. ولسه زي ما كان يقول احد الكهنة الفرنسيسكان، اذا في فترة ما بيكون فيها اضطهاد على الكنيسة فليست كنيسة. هذه كنيسة خربانة بكون.
بس أنا في القراءة باليونان بقول يقول الرب الإله. أنا مش مخطوط. وين هذي؟ لكيريوس أوثيوس الذي كان الكائن والذي كان والذي سيكون. يقول الرب يقول الإله. الرب. يقول الرب الكائن. يعني في الإله. الإله لازم كمان الإله. يقول الرب الإله. كيريوس أوثيوس. الإله. نعم. طبعاً المرجع هو النص اليوناني الأصلي. نعم. تفضل. أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره، كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع المسيح. بدي أسأل سؤال، في جزيرة بطمس اللي هسه بطمس نفسها يعني؟ إيه إيه على فكرة هاي فيها بير على فكرة نعم. بطمس حارة من حارات بيت صحور كل الجزيرة، يعني أنا صدف إنه يعني صار فرصة روحت على بطمس. بطمس بيعتبروها مقدسة مثل كنيسة القيامة. مزبوط، بس هي كل الجزيرة على بعضها حي من أحياء بيت صحور، يعني بتمشيها كل الجزيرة مشي. نعم. وكل سكانها عبارة عن حارة من حارات بيت صحور. باليونان. و... وبعدين بيحبوا شو اسمه بيركبوا سيارات البيجو زي التعامل. يعني أنا ملاحظة زي سيارة زي ميز تعامري تمام، والتعامري أصلا فرنسي بس بلاش. طيب كنت في الروح في يوم الرب وسمعت ورائي صوتا عظيما كصوت البوق. نعم كنت في يوم الرب. شو باليونان الرب؟ إذا الرب كيريوس، يوم الرب كيرياكي يعني يوم الأحد. طيب نقف إلى هذا الحد ونشكركم لإصغائكم. شكرا.